كذلك اتهمت الاستخبارات البريطانية إيران اليوم الخميس بأنها تخطط لعمليات قتل وخطف لمواطنين بريطانيين ومقيمين على أراضي المملكة المتحدة. وأكدت بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون بي بي سي أنها رصدت 10 تهديدات محتملة من جانب إيران خلال العام الحالي، تشمل عمليات خطف وقتل تستهدف بريطانيين أو مقيمين هناك. وفي حين لم يصدر تعليق من إيران للرد على هذه الاتهامات حتى الآن، كشف رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية عن هذه المخططات في التقرير السنوي للتهديدات التي تواجه بريطانيا.